ستات مصر دايما يعني كما جرت العادة وفي كل الأحداث أيوة. السياسية الكبيرة والهامة أيوة. والجليلة مش بقى كانوا أيوة. موجودين، لا هم كانوا الدافعات ورا بالظبط الحدث بالظبط بصراحة. بالظبط إيه بالظبط. السر؟ نفسي أعرف إيه السر؟ أنا هقول لحضرتك، الست دايماً عندها استشراف يا أستاذ يوسف، يعني شايفة الخطوة اللي جاية، دايماً تلاقيها حتى مدبرة كتير، مش عارفة جزء عشان هنعمل إيه عشان الصيف الجاي، فالست شايفة اللي بيحصل على أرض الواقع، ومهما كان في صعوبات بتواجهها في تدبير ميزانية وكل ده دلوقتي مش هو ده الهدف، الهدف اللي جاي بعد كده بقى. إن دي مرحلة لإنجازات هتحصل بعد كده، نستحمل عشان في حاجات جاية أكتر بعد كده، واللي بيحصل النهارده ده بكرة عشان بكرة هيحصل فيه حاجة أكبر، فيه تطوير أكبر، بنعمل مشاريع، المشاريع دي بكرة هنجني ثمارها، فأنا عايزة أشوف النتيجة، أنا عايزة الإنجازات دي أشوف نتيجتها، فأنا بنزل بشارك بنتخب عشان البلد دي تفضل زي ما هي بل وتتحسن وهتتحسن إن شاء الله.